هذا القطب الرقمي اللي أسسته وزارة الفلاحة مؤخرا في إطار الاستراتيجية الجديدة ديال الجاي الأخضر، والمهمة ديالو هو الرقمنة ديال القطاع الفلاحي بالمغرب. اليوم كان نتواجدوا لأول مرة بالصالون ديال الفلاحة في الدورة 15 ديالو، وكان نساهموا في هذا المعرض بسبعات لي سوليسيون، بسبعات الحلول الرقمية لتطوير الفلاحة ولخدمة الفلاح الصغير والمتوسط والكبير. حنا في الدور ديالنا في القطب الرقمي هو نبسطوا العمل الفلاحي ونزيدوا من المدخول ديال الفلاحين عبر استهلاك التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيات الدقيقة، يعني اللي كنسميوهم 4.0. كما كتشوفوا معنا هنايا في المعرض عندنا الروبوتيك، يعني هذا واحد الروبو هو الاول في افريقيا اللي كيخدم على 5 وظائف بطريقه اوتوماتيكيه، يعني كيقوم بعمليه الزرع، بعمليه السقي، بعمليه التسميد، وبعمليه ازاله الاعشاب الضاره بطريقتين ميكانيكيه وكيميائيه. هذه اول سوليسيون اللي حنا درناها بالنسبه للفلاح، بالنسبه للفلاحه الحضريه كذلك، ماشي غير الفلاحه القرويه، وكذلك بالنسبه للبحث العلمي غتشجع على ادخال توسكيي اللي كنخدموا به دابا، الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي كنسموها الذكاء الاصطناعي، غتساعد بزاف على استعمال هذا الذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الفلاحيه. هي صناعه مغربيه 100%، يعني اللي قام بها القطب الرقمي مع الشركاء ديالو في الميدان العام والخاص في المملكه المغربيه. شفنا ايضا الدرون اللي تاهي تماما، كاين هناك اوسي تكنولوجيات ديال الطائره بدون طيار اللي كنسميوهم الدرون. هنا لو بول ديجيتال خدمنا على هذه التقنيه لانه كاين في مؤخرا تساؤلات كثيره من عند الفلاحين وعند يعني العاملين بالقطاع الفلاحي بصفه عامه، واش نستعملوا هذه التقنيه، واش هذه التقنيه مجديه، واش هذه التقنيه يمكن تعوض تقنيات كلاسيكيه اللي الفلاح معود عليها وعارف كيفاش يستعملها. يعني خصنا نقولوا للفلاح وقتاش يستعمل هذه التقنيات، وقتاش راها افيكاس، راها كتقدر تعوض وبنجاعه التقنيات التقليديه، يعني كيفاش يستعملها، شحال العلو تاع الطيران، طريقة الخليط اللي غيدير ديال عملية الرش، كيفاش غيستعملها، مع من غيخدم في هذا الشيء، وعطيناه كذلك مقارنة بين يعني ليفيكاسيتي بيولوجيك ديال الرش بالطائرة بدون طيار، وليفيكاسيتي بيولوجيك بين التراكتور، وخرجنا ليه خلاصات باش يتبعها، قلنا له ها وقتاش الطائرة بدون طيار يعني إفيكاس وناجعة ويمكن أنها تعوض تراكتور، وقتاش ما يمكن شيء تعود تراكتور، باش نوضعوه يعني على السلم يعني الحقيقي اللي يقدر يمشي فيه، وما تكونش عنده انديسيبسيون من لا تكنولوجي وما يهرب ليناش من هاد التكنولوجي اللي حنا الهدف ديالنا هي نقربوها منه لخدمته، واللي يعني نحسنوا من طريقه العمل ديالو ومستوى العيش ديالو. يعني الحاجه اللي نقدر ناكد لكم راه الفلاح المغربي جد منفتح على التكنولوجيا، يعني نقدروا ما نطيقوها شي ونقدروا نشوف شي مغالطات، لا، الفلاح المغربي كيف ما كان يعني نسبه يعني الارض اللي عنده ولا لاكتيف اغريكول سكونابيل اللي عنده باغي التكنولوجيا وكيتيق في التكنولوجيا، ولكن كيتيق في التكنولوجيا اللي مجربه، اللي الوزاره مثلا اللي كتقول له استعملها حتى الفلاح المغربي كتبقى ثقته الاولى في وزاره الفلاحه. هذا الشيء علاش وزاره الفلاحه دارت هذا القطب، باش يعاونها في استقطاب الفلاحين التكنولوجيات اللي هو مجرب وعارفها مفيده وخدامه وما فيها شيء ضرر للفلاح، للبيئه، للقطاع.